مرحبا بكم متابعي قناة زموري آيس بلوغ، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. كما ترون إخوتي، فأنا الآن في الطريق، يعني في الطريق حتى أجرب لكم التطبيق. إذن إخوتي، سوف أقوم بتجربة هذه التطبيقات، وسوف ترون معي يعني كيف تعمل هذه التطبيقات. فهي تطبيقات كلها مجانية، وهي يعني تطبيقات مدفوعة. إذن إخوتي، تابعوا هذا الشرح من الأول إلى الآخر، ودعونا نقوم بتجربة التطبيقات. سوف نبدأ مباشرة. كما ترون أننا الآن في الطريق، سوف أقوم يعني بتجربة. فهناك يعني في الأمام يوجد يعني العديد من الرادارات، وسوف أريكم كيف تعمل التطبيقات. إذن إخوتي، كما قلت لكم، حتى نبدأ في استعمال التطبيقات، لكي نبدأ في شرح هذه التطبيقات إخوتي، فأوصيكم بالله أن تقوموا بعمل سبسكرايب أو اشتراك للقناة عن طريق ضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو هكذا، ومن ثم فعل زر الجرس، وسوف تصلك الفيديوهات القادمة إن شاء الله. نذهب مباشرة لكي نبدأ في شرح التطبيقات التي قلت لكم عليها. إذن إخوتي، كما ترون، سوف نبدأ بالتطبيق الأول، وهو هذا التطبيق حتى نستطيع تعقب أماكن الرادار. يعني هذه التطبيقات تعطيك يعني كما قلت لكم، تعطيكم يعني كيف سوف أقولها، يعني تعطيك رسالة، يعني إشارة تقول لك أنه يعني يوجد يعني رادار يعني قريب منك. حسنا، يوجد تحديث جديد للتطبيق. أنت عندما تطلع لك هكذا، سوف أقوم بالرجوع، وسوف تظهر لك هذه الواجهة. قم بالضغط على أكسبت. إذن إخوتي، بعد الضغط على زر أكسبت، سوف ننتظر قليلا حتى يعطينا الخانة التي يعني الواجهة التي بعد هذه، إضافة الإعدادات. نضغط ضغطة واحدة على ديمارير، ومن ثم نقوم بأكتيفي جي بي اس، أو يمكنك تفعيلها من هنا إخوتي عن طريق الجي بي اس هنا هكذا، ضغطة واحدة، أو يفعلها لك هو أوتوماتيكيا، فيحدد لك المكان الذي أنت فيه بالضبط. ومن ثم إخوتي يقوم ب سوف يبدأ في إعطائك الرادارات التي يعني هي، عندما نأتي هنا إلى هذه الخانة الخاصة بالسيارات، بعدها نذهب إلى هنا خانة الرادار كما ترون. هنا يمكنك التحكم بهذه الإعدادات، يعني كم يعني المدة التي تريد أن يعطيك يعني الرادار، يعني مكان الرادارات. إخوتي، كما ترون، عندي نسخة قد شرحتها قبل، وهي مدفوعة، يعني نسخة غير مجانية، لكن أنا وضعتها لكم يعني بالمجان. إذن فهذا هو التطبيق الأول، يعني كما ترون إخوتي. وهنا يمكنك ضبط هذه الإعدادات، يعني هنا رنين يعطيك يعني صوت، يعني عندما يصل يعني إلى مكان يوجد فيه الرادار، فيعطيك يعني صوت، يعني وتقترب حتى يعني لا يمسكك الرادار، فهو يعطيك يعني صوت تنبيه يقول لك أنه يوجد رادار هنا، احترس. فالتطبيق الآن شغال هنا يعني بهذا المكان الذي أنا فيه، يعني كما ترون حاليا يعني لا يوجد، يعني يوجد رادار بمدينة يعني بعيدة عني قليلا في هذا الرمبوا يعني أمامنا، فيوجد فيه رادار كما ترون، أعطاني هذا الرادار. لكن لو أنني اقتربت قليلا يعني بالسيارة أو يعني عن طريق الدراجة، فسوف الهاتف سوف يبدأ بالرنين، يعني يقول لي يوجد رادار على بعد كذا 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 بالمكان كذا وإلى آخره. يوجد أيضا الرادار هنا الفوق كما ترون، يوجد العديد إخوتي من الرادارات التي محيطة بنا كما ترون. يوجد يعني 4 رادارات أو أكثر أو 5، ويعني كلما يعني ترون يعطيك جميع الرادارات التي هي موجودة في هذه الجهة يعني كلها. إذن إخوتي، كما ترون، هذا هو التطبيق الأول. أما إخوتي، فكما قلت لكم، فيجب عليكم ضبط الإعدادات، وهي كالتالي، يعني
ولكن أنا سوف إن شاء الله أضع لكم النسخة البرو وليست هذه النسخة المجانية، سوف أضع لكم النسخة المدفوعة وسوف أضعها لكم مجانا. أنتم عندما تقومون بالتحميل سوف تقومون بتحميل النسخة المدفوعة وليست نسخة مجانية. إذا إخوتي كما قلت لكم فسوف نبدأ بهنا في شيء هكذا، يعني الازدحام خاص بالسيارات وإلى آخره يمكنك أن تراه. إذا كنت تريد تفعيل وضع الفيبرير يعني أنا أنصحكم لا تفعله، يمكن أن تكون حاطط يعني الهاتف خاص بك في السيارة يعني ويبدأ بالاهتزاز ويسقط وينطفئ، لذلك لا تضع يعني فيبرير، ضعه يعني عادي يعني صوت فقط. كما ترون إخوتي أنا يعجبني هذا التطبيق كثيرا. حسنا إخوتي، فكما قلت لكم يوجد العديد من الأشياء، فمثلا لو ضغطت على الدوتي هكذا هكذا يمكن أن يعرض لك السيارات. إذا إخوتي في هذه الإعدادات يمكنك ضبط بعض الإعدادات، لا مشكلة قمنا بغلق التطبيق. نذهب مباشرة إلى التطبيق الموالي وهو جديد. كما ترون إخوتي هذا هو التطبيق، نقوم بالضغط على هذا السهم إلى الآخر ومن ثم نقوم بالضغط على أكسبت، أكسبت مرة ثانية، يفتح معنا التطبيق كما ترون إخوتي. هذا التطبيق سهل نوعا ما، يمكنك اختيار اللغة، يمكنك اختيار اللغة التي تريدها. إذا تم تفعيل التطبيق كما ترون وهو الآن شغال، يعطيك هنا كل شيء. فلو سألتني أردت أن أستعمل تطبيق واحد فيهم فسوف أنصحك بالتطبيق الذي شرحته قبل هذا، يعني التطبيق الذي شرحناه الآن الأول فهو أفضل. إذا كنت يعني تريد استعمال تطبيق واحد فأنا أردت فقط أن أشرحهم لكم، يعني هذا كل ما في الأمر إخوتي. فقط هذا يعني فيه جي بي اس وإلى آخره، هنا يعطيك مكان يعني الرادار كما ترون أين. وكذلك إخوتي يمكنك الذهاب إلى بعض الإعدادات يعني من هنا وثم تبدأ بضبط الإعدادات، حتى هذا يعطيك يعني بعض الإعدادات يعني مثل يعني أن تأتيك يعني تنبيه يعني صوتي أنه يقول لك أن يوجد رادار عن بعد كذا إلى آخره. إذا بالنسبة للتطبيق الثاني فهو هذا هو التطبيق الثاني كما ترون إخوتي، حتى هو يعني بصراحة تطبيق جميل جدا وأنا أنصح به، يعني كما ترون فيه العديد من الإعدادات إخوتي، يمكنكم أنتم أن تتطلعون على هذه الإعدادات حتى تفهموا. فكما قلت لكم كل هذه التطبيقات جميلة وهي تفيدكم. أما بالنسبة للتطبيق الثالث فهو هذا التطبيق كما ترون إخوتي، سوف نتوجه مباشرة إلى التطبيق لكي نرى الإعدادات الخاصة به. ننتظر قليلا. تم فتح التطبيق كما ترون، يأخذ منا بعض الوقت لكن لا مشكلة إخوتي. نضغط على بلوس تاب، سوف نضغط على هذا السهم هكذا حتى يعطينا يعني الأماكن التي نحن فيه بالضبط، ومن ثم يبدأ التطبيق يعني يعني حتى يبدأ يعني بجمع لك المعلومات. نضغط على هذه الخانة كما ترون الزرقاء ومن ثم نختار رادار هكذا جي بي اس هكذا إخوتي حتى يحضر لنا الأماكن التي فيها رادار.
كما ترون بدأ يظهر لي الأماكن التي فيها الرادار كما ترون إخوتي. يمكننا أيضا أن نختار يعني الأماكن التي فيها البوليس أو إلى غير ذلك. شاهدوا إخوتي هنا في هذه الأيقونة الحمراء، لو أنتم تلاحظون معي هنا فيوجد رادار هنا مثلا في الحدود كما ترون. ها هو رادار، أين هو مثلا كما ترون هذا الرادار، يعني يقول لك فيكسي، هذا رادار موجود دائما، يعني فهو رادار موجود دائما فاحترس منه مثلا. فمثلا إخوتي يعني كما ترون عاد لنا إلى مكان الرادار، فيعني لو أنني ضغطت على هذا السهم فسوف يعود بي إلى المكان الذي أنا فيه بالضبط إخوتي. فيعني هنا أيضا يقول لي يوجد ستوب، يعني إشارة مرور عن بعد كذا، ها هي موجودة هنا. فأيضا إخوتي كل شيء يعني يعطيه لكم بالتدقيق هذه التطبيقات، فلمستعملي الطريق كثيرا، وخاصة يعني سوف أضع إن شاء الله يعني تطبيقات أخرى تفيد أصحاب يعني الشاحنات الذين يقومون ب يعني يستعملون يعني سياقة الشاحنات، فسوف أضع لهم تطبيقات تفيدهم يعني كثيرا إن شاء الله. وأيضا كل شيء إن شاء الله سوف أضعهم لكم إن شاء الله بإذن الله. فأنا دائما ما يعني أجد تطبيقات جديدة، وإخوة يعني يرسلون لي تطبيقات يعني، فأقوم يعني بشرحها، فلا مشكلة إذا أن أشرحها لكم. يمكنك الضغط على ثلاثة أزرار ومن ثم نذهب إلى بارامتر. هنا في جنرال سوف تجد المزيد من الإعدادات، كهل تريد يعني أن يرسل لك يعني إشعار يعني الرسالة أو إلى آخره. يمكنك اختيار اللغة العربية إن كنت يعني ضعيف في الإنجليزية، فالتطبيق يتوفر باللغة العربية يا إخوتي. فكما ترون المقياسات مثلا كم من كيلومتر وإلى آخره، شاشة كاملة أو عرض. فنعود بالسهم هكذا مرة ثانية، كاميرا، لوحة القيادة، التنبيهات والتحذيرات كما قلت لكم ها هي مفعلة. عفوا إخوتي، وهنا أيضا العديد من الإعدادات. إذا كل شيء مفعل، هو أوتوماتيكيا يعني حتى لا تنسى شيء. قم بالتسجيل تلقائي هذه، فعلها أيضا إخوتي. يمكنه أيضا يعني أن يعطيك يعني من المنزل إلى العمل إلى يعني العديد من الأشياء المفيدة. إذن إخوتي كان هذا كل شيء، والسلام عليكم.